بالدموع والأزهار ودع مئات النرويجيين جثمان بانو راشيد، أولى من طوار الثرى من ضحايا مجزرة اندرياس بريفيك، والتي أودت بحياة 76 شخصا في هجومين متتاليين نفذهما نرويجي معاد للإسلام الأسبوع الماضي. ودع بانو توازم حفل تقبيل ضخم لضحايا الحادث أقيم في مجلس النواب النرويجي وبحضور رئيس الوزراء وقيادات من حزب العمال الحاكم، الذين أكدوا أن الهجومين استهدف قيم المجتمع النرويجي المتمثلة في المسامحة والديمقراطية ومحاربة العنصرية. الأزهار والورود الحمراء على أرواح الضحايا أضحت رمزا رفعه النرويجيون اليوم للتذكير بالمجزرة التي تعد الأسوأ في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.